زلف لا. إيميلي بلانت ترفض أن تأخذ سيلفيز مع معجبيها. إذا كنت تريد أن تأخذ سيلفي مع إيميلي بلانت فلا تتفاجأ إذا رفضت ذلك ولا تحزن، ففي مقابلة لها مع مجلة فانيتي فير تشرح إيميلي أسباب رفضها هذا. بالنسبة لها الشبكات الاجتماعية غيرت التفاعلات بين الناس. تقول الممثلة: إنهم يرغبون في إظهار الأشياء السيئة فقط في بعضهم البعض، ولا يعطون أي أهمية للقاء، بل يبحثون عن أي زلة، لذلك فهي تفضل مصافحة الشخص والتحدث معه. وتعترف إيميلي التي شوهدت مؤخرا في فيلم The Girl on the Train بأنها لا ترغب في أن تكون في مكان زوجها جون كرينسينسكي، لأن الجميع يتعرف عليه عندما ينزل إلى الشارع. وفقاً لTMZ فإن الزوجين يتوقعان طفلهما الثاني. يبدو أن الممثلة لا تحب الظهور للباباراتزي كثيراً. ما رأيكم؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليق. يذكر أن كيندال جينر قامت مؤخراً بشراء فيلا الزوجين إيميلي وجون لأنهما يتطلعان إلى الانتقال إلى الساحل الشرقي، وذلك مقابل 6.5 مليون دولار. وقالت أنها اشتكت مؤخراً أنها لم يكن لديها مساحة كافية في خزانتها بلوس أنجلوس. شكراً على المتابعة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.